السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة بإذن الله تعالى هنكمل المحاضرة بتاعتنا عن الكلينيكال أبليكيشن أوف دايت بلانينج. لو تفتكروا إن شاء الله في آخر محاضرة إحنا قلنا الجدولين دول مهمين جدا، الجدول ده بخصوص الدايت سيرفينج وكل سيرفينج بيد قد إيه. نتفكر مع بعض كده ونتذكر مع بعض احنا قلنا ايه. قلنا اول حاجة عندنا حضرتك الكربوهيدرات او الستارشز، السيرفنج الستارش بتدي حضرتك 15 جرام كارب، بتدي 3 جرام بروتين وزيرو فات و80 كالوريز. البينز بتدي 15 جرام كارب، بتدي 7 جرام بروتين، بتدي 3 جرام فات، بتدي 125 كالوريز. الملك قلنا عندنا 3 انواع من الملك، وان عندك السكيم ميلك وعندك ريديوست وعندك لو ميلك. وان السكيم ميلك بتدي 15 جرام كارب، بتدي 8 جرام بروتين، بتدي 3 جرام فات، بتدي 100 كالوريز. عندنا ريديوست بتدي 15 جرام كارب، بتدي 8 جرام بروتين، بتدي 5 جرام فات، بتدي 120 كالوريز. لو بتدي نفس القصه، 15 جرام كارب، 8 جرام بروتين، 8 جرام فات، 160 كالوريز. خدنا بعد كده المجموعه رقم 4 الفروتس، بتدي 15 جرام كارب، بتدي 0 بروتين و0 فات، بتدي 60 كالوريز. قلنا بقى كده فيجيتابلز زي الخضروات، بتدي 5 جرام كارب، بتدي 2 جرام بروتين، 0 فات، بتدي 25 كيلو كالوريز. قلنا بقى كده المجموعه رقم 6 7 الميت، في عندك اللين والميديوم والهاي فات. اللين بتدي 0 كارب، بتدي 7 بروتين، 3 جرام فات، بتدي 55 كالوريز. الميديوم بتدي 0 جرام كارب، بتدي 7 جرام بروتين، بتدي 5 جرام فات، بتدي 75 كالوريز. الهاي فات نفس القصة، بتدي 0 كارب، 7 بروتين، بتدي 8 جرام كيلو كالوريز. والفات بتدي 0 كارب، 0 بروتين، 5 جرام فات، بتدي 45 كالوريز. قلنا كمان عندنا الدايت بلاننج. الدايت بلاننج قلنا هو مهم، مهم ليه؟ لأنه منه هنحسب سعراتنا قد إيه. قلنا الايدل بادي ويت بيساوي الطول والهايت ناقص 100، وان الادجستد بادي ويت بيساوي الايدل بادي ويت زائد 4/10 في البادي ويت ناقص الايدل بادي ويت. توتال كالوريز بيساوي ايدل او الادجست بادي ويت في 24، قلنا الام اضرب 1.3 او 1.4 او 1.5 حسب الاكتيفيتيز. قلنا هنثبت ناخد 1.4 كميديم. طيب البروتين ديماند 1.6 في البادي ويت. الكربوهيدرات بيساوي التوتال كالوريز في 55 على 100. ساتوريت فاتي اسيد بيساوي التوتال بادي التوتال كالوريز في 5 على 100. البولي انساتوريت فاتي اسيد بيساوي التوتال كالوريز في 10 على 100، والمونو انساتوريت فاتي اسيد بيساوي التوتال كالوريز في 14 على 100. يلا بقى مع بعض كده ناخد الايه مثال ونبدا نطبق عليه الكلام ده. طيب فبيقول لك بص معايا حضرتك، 55 years diabetic female patient، واحده عندها 55 سنه وعندها diabetes. البادي ويت بتاعها 85 كيلو جرام، الطول بتاعها الهايت 160، الويت سيركمفيرنس 106 سنتيمتر، الهيب سيركمفيرنس 112 سنتيمتر، ال HbA1c بيساوي 7%، توتال كوليسترول 250، ال LDL equal 135، HDL equal 30، توتال كوليسترول أو ترايجلسرايد سوري equal 200، بلاد بريشر equal 160/110. Sorry, she is physical inactive. She is physical inactivity. طيب الأسئلة غالبا هتلاقي التلات أسئلة بتكرروها عندك في المسألة دايما. What is the assessment of this case؟ هنعمل لها assessment ازاي؟ Apply the food exchange table for this person. What the diet plan for this person؟ نبدأ مع بعض واحدة واحدة ونشوف احنا هنعمل ايه. الاسسمنت زي ما احنا متفقين، في عندنا اتنين او تلاتة
اسسمنت، ثلاث حاجات بعملهم في الاساس. اول حاجه نيوتريشنال اسسمنت، عندي بعد كده الارثرومتريك اسسمنت، وعندي الايه اللاب اسسمنت. نيجي بقى للنيوتريشنال اسسمنت، هنقولنا هنعمل طريقتين نيوتريشنال اسسمنت. الطريقه الاولانيه اللي هي 25 اور ريكول، هبدا اسك البيشنت بتاعي هو على مدار ال 24 ساعه اللي عدت هو اكل ايه، فطر ايه، اتغدى ايه، اتعشى ايه، خلاص، وابدا اشوف السنيكس بتاعته كمان ايه، وابدا اسجل الكلام ده عشان اعرف هو اخد كام كالوريز في اليوم اللي عدى. تاني حاجه الفود فريكوانسي. طب الفود فريكوانسي حضرتك هتبدا تشوف على مدار الاسبوع هو ايه انواع الاكل اللي بياكلها، هل هو هاي ستاندرد بيرسونز هو بياكل مستوى الاكل بتاعه عالي، ولا بور بيرسون مستوى الاكل بتاعه قليل. عشان حضرتك لما تعمل دايت بلاننج ليه تبقى انت عارف انت بتحط توصف الاكل ازاي للعيان ده. اه في انواعات اكل كتير جدا، في ناس انت على حسب الاكل اللي بياكله او الاكل الموتيفيتد ليه هبدا اوصف له الاكل. فما ينفعش ادي واحد اكل وافاجئ انه ما بيحبش الاكل ده اصلا، فلازم اعمل فود فريكوانسي على مدار الاسبوع اشوف نوعيات اكله اللي بياكلها ايه. ارثومتريك اسسمنت، اول حاجه هحسب ارثومتريك اسسمنت بودي ماس اندكس. بودي ماس اندكس ايكوال ويت ان كيلوجرام اون هايت ان سكوير متر، ان سكوير متر. طيب يبقى هو الوزن بتاعها كان كام؟ 85، وطولها كان 160 سنتي، يبقى 85 على متر وستة من عشرة سكوير ايكوال 33 اتنين من عشرة 33 اند دوت او بوينت 2. ده لما نيجي نبص عليه على جدول بادي ماس اندكس هتلاقيه في ايه؟ اوبيزيتي كلاس 1، هنلاقي في اوبيستي كلاس 1. طب خد بال حضرتك الويست سيركمفيرنس هنا اكتر من 88، هو كان كام حضرتك لما تيجي تبص كده على المثال؟ الويست سيركمفيرنس كان 106، فدي خد بالك دي في ميل. واحنا لو تفتكر المحاضره اللي قبل اللي فاتت اللي كنا شرحناها في مدرج، قلنا لو اكتر من 88 سنتيمتر يبقى ده عنده سنترال اوبستي. بالنسبه للفيميل يبقى الست دي عندها سنترال اوبستي ان هي 106 اكتر من 88. طيب الطريقه الثالثه هاخد الويست هيب ريشيو، قلنا الويست سيركمفيرنس كان 106 والهيب كان 112، ف 106 على 112 بيساوي 94%، وده لو تفتكروا برضه في المحاضره دي قلنا ده يعتبر هاي ريسك، ده بيعتبر هاي ريسك. نيجي بقى نبص على اللاب اسسمنت. اول حاجه هتبص لي على الليب بروفايل اللي عندك، طيب او اللايب جرام الموجود عندك. توتال كوليسترول بيقول لك كان كام؟ 250، فهو اكتر من 200، تمام يا دكتور. طيب ال دي ال اكتر كان كام؟ 135، فهو اكتر من 130. التراي جلسرايد اكتر من 130. اتش دي ال اقل من 40. فلما تيجي تبص كده على اللايبوجرام اللي قدامك ده فالاسسمنت او الكومنت بتاعك هيكون عليه عنده البيشنت عنده ديسليبيديميا، بس دي عندها ايه؟ ديسليبيديميا. طيب كده عندها ديسليبيديميا، خد بالك هي هايبر تنسيف بيشنت لان 160 على 110 بلد بريشر بتاعها، ان كنترول دايبيتس اتش بي ان 1 سي، التراكمي بتاعها كان 7، وعندها سنترال اوبستي. فتتعد 1 2 3 4 4 مشاكل، واحنا قلنا لو 3 اتجمعوا تمام يبقى ندي عليها عندها ميتابوليك سيندروم. فالست دي عندها كده ايه؟ ميتابوليك سيندروم. فلما تيجي الاسسمنت بتاعنا، الاسسمنت بتاعنا يا شباب تاني اي كيس هتجي لك او اي حاله تجي لك سواء في العياده سواء في الامتحان سواء تشوفها في اي مكان لازم تعمل لها الاسسمنت. الاسسمنت ده عباره عن ايه؟ اول حاجه باخد نيوتريشنال اسسمنت، باخد فيه حاجتين 24 اور ريكول اسسمنت، وباخد فود فريكونسي اسسمنت. تاني حاجه باخد ارثومتريك اسسمنت، وباخد فيه بادي ماس اندكس، باخد الويست ريشيو، باخد الويست سيركمفيرنس، وابدا احدد عليه هو انهي نوع من انواع الاوبست، هو سنترال ولا بريفرال ولا ايه بالظبط. بعد كده ببص على اللاب اسسمنت. اللاب اسسمنت هبص فيه على الليبت بروفايل بتاع البيشنت اللي جاي لك ده، والله لقيت الليبت بروفايل بتاعه عالي ومش متظبط يبقى بديله كوماند ديسليبيديم. وبص على الهايبر تنشن، هيبر تنشن اخباره ايه؟ ده عالي، دايبيتس، ده عنده دايبيتس وان كنترول دايبيتس، وكمان ده عن سنترال اوبستي، فده بيسميه عندها عنده ميتابوليك سيندروم، عنده ميتابوليك سيندروم. طيب يلا بينا بقى ندخل نعمل دايت الراجل ده او الست دي، سوري، دايت بلاننج فور ذيس فيميل. اولا هي طولها كام يا دكتور؟ طولها 160، وزنها قد ايه؟ وزنها 85.
الايديال بودي ويت بتاعها بيساوي 160 ناقص 100 هديك 60 كيلو جرام. طيب 85 ناقص 60 كام؟ 25. واحنا كنا متفقين في المحاضرة لو الفرق بتاعنا بين الايديال بودي ويت والاكزيستد بودي ويت، البودي ويت الحالي او الفعلي اكتر من 20، فكده هشتغل على ادجست بودي ويت مش هشتغل ايديال بودي ويت. فهنا الفرق 25، فكده هشتغل على مين؟ على ادجستد بودي ويت. طيب الادجست بودي ويت بيكوال ايديال بودي ويت بلس 0.4 في بودي ويت ناقص ايديال بودي ويت، هنا هيساوي 60 زائد 4 من 10 في 25. 25 هي 25 ناقص الستين هتلاقي بيساوي 70 كيلو جرام. كده في الادجستد كده كام؟ 70 كيلو جرام. فانا هبدأ احسب حساباتي على كام؟ على 70 كيلو جرام. تمام، يلا توتال كالوريز. بس هو عشان في ناس سألت كتير جدا في المحاضرة اللي فاتت يا جماعة ان انا ببدأ اعمل احسب وبعد كده اخطف 500 كالوريز، خد بال حضرتك انت الوزن الفعلي 85 كيلو جرام. طيب انا كده ضربت على كام؟ على 70. فانا كده اوريدي مقلل من سعرات الجسم ده، لان انا لو المفروض احسب له هحسب له على كام؟ على وزن الفعل 85، فانا نزلت وحسبت له على الايدل او الادجست، فانا اوريدي بادئ معاه من تحت، بادئ معاه من لو. ما ينفعش كمان بعد ما بضرب في الايدل او الادجست اروح احسب له 500 من البدايه، لا احنا متفقين وقلنا قبل كده في المحاضره الخمس خصم ال 500 كالوريز دي بتبدا من الاسبوع الثاني. خلاص احنا متفقين على النقطة دي عشان ما حدش يسأل فيها كتير. الخصم ال 500 كيلو هيبدأ من الأسبوع التاني، لكن الأسبوع الأولاني بس بحسب له سواء على الأيدر ولا الجسم. خلاص اتفقنا؟ تمام. التوتال كالوريز بتساوي أدجست بادي ويت فور أيدر بادي ويت في 24 في 1.4 زي ما احنا ثبتنا. هنا هشتغل أدجستد يبقى 70 في 24 في 1.4 تطلع لك 2352 كيلو كالوريز. تطلع كام؟ 2352 كيلو كالوريز. طيب البروتين ديماند بتاعنا متفقين هنضرب 1.6 يبقى هيساوي 1.6 في البادي ويت، 1.6 1.6 ملتبلاي 70 ايكوال 112. خلاص جرام. طب هحولها لكالوريز يبقى هضربها في 4، احنا متفقين 1 جرام بروتين بيدي كام؟ 4 كالوريز، يبقى 112 في 4 بتدينا 448 كيلو كالوريز. اوكي؟ اوكي. طيب الكارب توتال كالوريز 55 على 100، 2352 في 55 على 100 تدينا 1294 كالوريز، هقسمهم على 4 هيديني 323 جرام، هدي كام؟ 323 جرام، لأن كل كل جرام كارب برضو هيديك كام؟ 4 كالوريز. فعشان احول الكالوريز لجرامات بقسمها على 4. طيب نيجي بقى للفات. اول حاجه الساتوريت فاتي اسيد بتساوي التوتال كالوريز في 5 على 100، يبقى 2352 في 5 على 100 بتساوي 117 كيلو كالوريز على 9 تديها 13 جرام. البولي ان ساتوريتد بتساوي التوتال كالوريز في 10 على 100 تدينا 235 كيلو كالوريز على 9 بتساوي 26. المونو انساتوريتد اسيد توتال كالوريز في 14 على 100 بتساوي 2352 في 14 على 100 هتدي 329 كيلو كالوريز بتساوي 36 جرام، بتساوي 36 جرام. تمام. فانا كده حسبت احتياجاتي من كل حاجه، حسبت احتياجاتي من البروتين، حسبت اول حاجه التوتال كالوريز السعرات اللي انا عايزها كلها في اليوم، حسبت بروتين جرامات وكربوهيدرات، حسبت الكارب جرامات وكالوريز، حسبت الساتوريت جرامات وكالوريز، حسبت البولي ان ساتوريت فاتي اسيد جرامات وكالوريز، والمونو ان ساتوريت فاتي اسيد جرامات وكالوريز. يلا بينا بقى نحط الجدول بتاعنا، هنحط الجدول بتاعنا بتاع البدائل الغذائيه بتاعتنا. اتفضل. يلا الجدول ده لما تيجي تقسمه هتشوف السيرفنج نمبر الكارب البروتين والفات. خلاص
يلا بينا يا شباب نبص كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. هنا اول حاجة هنبدأ بالستارش. الستارش هو اختار هياخد عدد السعرات عندنا 10، سوري عدد الوحدات 10 سيرفينج ستارش. طيب احنا متفقين ستارش بيدي كام كارب؟ بيدي 15، ف10 ف15 ب150 كارب. طيب وبيدي كام بروتين؟ بيدي 3 بروتين، ف10 ف3 ب30، وبيدي 0 فات. طيب وانا راح واخد لك 3 بينز، بياخد 3 بينز. طب 3 بينز دول لما تيجي تضربهم 3 في 15، احنا متفقين البينز بتدي 15 كارب، 3 في 15 45. طيب ويدي كام بروتين؟ 3 في 7 21، ويدي من 1 ل 3 جرامات مين؟ فات. هنحسبه على 1 يبقى ادانا 3 جرام فات. الملك واخد 2 كامل الدسم، 2 كامل الدسم 2 في 15 ب 30، والبروتين 2 في 8 ب 16، والفات 8 2 في 8 ب 16. خلاص الفروتس اخدنا له 4، بيدي كام؟ 4 في 15 ب 60، بيدي 0 بروتين بيدي 0 فات. الفيجيتابلز، ودايما الفروتس يا جماعه دي اخر حاجه بختارها، يعني بخلص كل حاجه وبكمل بقى نواقص الكربوهيدرات من فين؟ من الفروتس، لان الحاجه لو بصيت كده الحاجه الواحده بتدي ايه؟ بتدي كارب، ما بتديش لا بروتين ولا فات، فانا بقى اكمل نواقص احتياجاتي من الكارب للفروتس. الفيجيتابلز 5 وحدات، 5 في 5 25، 5 في 2 ب 10 0. الميتس الميديم 5 وحدات ميديم، بيدي 0 كارب، بيدي لك 5 في 7 ب 35 بروتين، وبيدي فات 5 في 5 ب 25. الفات واخد 4 جرامات فات، 4 سيرفنج سوري، بيدي 4 في 5 ب 20، بيدي 180 كالوريز كده. التوتال كارب 230، التوتال بروتين 112 زي ما احنا حاسبين، والتوتال فات 64، والتوتال كالوريز 2400 كالوريز. يس كالوريز زادت شوية مش هتفرق، يعني لو زادت 50 قلت 50 بالنسبة لنا مش فارقة كتير. خلاص وابدأ بقى على اساس الجدول ده ابدأ اعمل الدايت بلاننج بتاعي، وده الاساينمنت بتاعكم اللي هستناه من حضراتكم على جروب التليجرام. عايز الجدول ده يحول الى اكل، خلاص الجدول ده على حسب الفود اكسشينج ليست يحول الى نظام اكل. يعني حضرتك هتختار لي 10 وحدات ستارش، هتختار لي 3 وحدات بينز، هتختار وحدتين لبن كامل الدسم، هتختار 4 ثمرات فاكهه، 5 ثمرات خضار، هتختار 5 ثمرات 5 وحدات لحوم ميديم، هتختار 4 وحدات فات، وتحطهم لي في نظام على نظام فطار غدا عشاء واتنين سنيك، فطار غدا عشاء واتنين سنيك، وهتبعت لي من الدفعه كلها يا ريت على جروب التليجرام. ده الاسايمنت بتاع المحاضره ده، وهستلم منكم ان شاء الله بعد بكره باذن الله تعالى. لو اي سؤال يا شباب يا ريت يعني ايه في كومنت او على الجروب نسال، افتح لهم يا اسامه الاسئله لمده بكره واليوم كله، وهجاوب عليكم بعد بكره ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم على وقتكم، يا رب تستفيدوا حاجه من الشرح ده ان شاء الله باذن الله تعالى، وربنا يوفقكم.